محصريكم هذا يقول مجموعة من التجار يتاجرون في مواد معينة كل شخص وحده، واتفقوا على أنهم يبيعوها بسعر معين وحلفوا على ذلك، فهل على أحدهم شيء إذا خالف هذا الاتفاق؟ وماذا يفعل إذا أراد التحلل من هذا القسم؟ يقول تجار يبيعون سلعة معينة، كل يبيع لنفسه، لكنهم يبيعون سلعة معينة كالأرز مثلا، عقدوا اتفاقا فيما بينهم على أنهم لا يبيعون السلعة إلا بثمن معين، فلا يبيعون بأقل، وحلفوا على هذا، فهل يلزم ذلك؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان في هذا إضرار بالناس فإنه لا يلزم ذلك ولو حلفوا عليه، ولو حلفوا عليه. أما إذا لم يكن فيه إضرار بالناس وفيه تنظيم وترتيب وحتى لا تضطرب الأسواق وحتى لا يعني يؤذي بعض التجار بعضا وليس فيه ضرر، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يلزم، ويجب على الجميع الوفاء بما اتفقوا عليه وما حلفوا عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.